حياتنا وفي حياتنا اليومية برشا ضحايا يسقطوا نتيجة الحوادث. البارح بعد نصف الليل بشوية وقع حدث أليم في الوردية. معنا سيمونير الريابي المدير الجهوي للحماية المدنية. سيمونير صباح الخير ومرحبا بك. صباح النور سحبي، صباح النور مستمعي إذاعة الوطنية. الحادث تمثل في أنه شاحنة معناها دخلت في قهوة هكا. صورة الحادث حقيقة في منتصف الليل غير الرباع كانت شاحنة ثقيلة نوع سمية معناها جارة بدون مجرورة، كانت على مستوى شارع بلفي مستوى معتمدية الوردية، وكان بالتحديد المكان تقريب من القرب من بلدية الوردية. صورة الحادث أنه الشاحنة هذه كانت نوعا ما في سرعة منفرطة، استضبط في مرحلة أولى بعدد سنين سيارات، ثم اتجهت نحو بهو المقهى اللي كانت هناك وافدين معناها جالسين ببهو المقهى ومدخل المقهى، يعني في واجهة في العرسية في الواجهة في الواجهة على المقهى. الحقيقة كانت السرعة بتاع الشحن تثبت في العديد من الإصابات، تقريب 10 إصابات متفاوتة وأعداد سنين حالة وفاة على المكان. تم توجيه طواقم الإسعاف تقريب 6 سيارات إسعاف وطاقم طبي مع شاحنات نجدة بالطرقات معناها وسيارة معناها نجدة بالطرقات كذلك. تم مدهم بالإسعافات الأولية لعين المكان، ثم توجيههم إلى المستشفيات حول نوعية حسب نوعية الإصابات، تقريب معناها ما بين مستشفى شرنيكول ومستشفى الرابط ومستشفى حبيب ثابر ومستشفى الحروق. هذا في مرحلة إن شاء الله تكون الحالات متاعهم مستقرة. الحالات متاعهم كما قلت لك الإصابات كانت متفاوتة معناها ما بين كسور ومعناها العديد من الإصابات اللي كانت معناها تضرر منها أهل المصابين هذا، وكانت حالات الوفاة الحقيقة الأعمار بتاعهم تقريبا من 22 سنة و 30 سنة، شباب يعني شباب الله يرحمهم. الأعمار بتاع المصابين تراوح ما بين 17 سنة و 50 سنة. كما قلت يعني زوز حالات وفاة تو وعشرة مصابين وعشرة مصابين. تم تسخير كل إمكانيات معناها من طاقم طبي وسائر الإسعاف اللي قاموا بالمهام بتاعها في الإسعافات الأولية ثم نقل المستشفيات. الحادث كذلك معناها نظر أنه اللي متسبب في الحادث الساق هو أصيل الحي السكني هذاك وكذلك. وهذا حسب سمعت أنا الصباح بكري قبل ما نجي لذاعة سي منير في مقهى من المقاهي هنا في اللفايات أنه السائق الشحنة وليد مراهق ربما ولا صغير ولا صاحب الشاحنة هو نفسه. هو سي الحبيب خليني نعطيك التفاصيل بكل دقة ثم نمر إلى الموضوع هذا. بالنسبة للسائق هو أصيل الحي السكن، والمصابين معناها كما قلنا هم معناها أصيل الحي السكن. بعد الحادث والمصابين اللي كانوا 10 كان هناك هلع لدى المتساكنين، وكان هناك تجمهر عدد كبير من المتساكنين، وهذا اللي زاد نجر عليه 7 حالات إغماء اللي تم نقلهم كذلك في مرحلة ثانية إلى المستشفيات لتلقي الإسعاف لأنه كانوا من ذوي وأهالي المتضررين وحالات الوفاة. دونك هذا في صورة أولى. بالنسبة للسائق المعلومة الأولية بأنه هو أصيل الحي السكني، لكن الوحدات الأمنية معناها تعهدت بالبحث في الموضوع هذا اللي هو ثابت كمعاونة أولية أنه الشاحنة كانت في سرعة مفرطة. تبقى مسببات الحادث ستتعهد به السلطات الأمنية والسلطة القضائية في البحث في مسببات الحادث بكل دقة. طبعا التحقيق سيكشف عن هذا. هذا يا نحن سي حبيب الحقيقة لاحظنا منذ أواخر شهر رجوع إلى حدود هذه الساعات هناك ارتفاع في عدد حوادث الطرقات. أنا لول سيمونير في البرامج في الإذاعة والله مليت وتعبت من هذه الأشياء، يعني قد ما نحكي باقي الناس فما ناس ما يترباوش مع كامل الأسف. هو سي حبيب توا احنا ما عندنا حتى حل في معناها في عدد الحوادث وفي عدد المتضررين أصبحت العدد معناها في ارتفاع صحيح معناها ملحوظ. هذا يخلينا كل الهيئات المتداخلة بما فيهم الحماية المدنية
العمل على تقليص من الحوادث. وكذلك المواطن لابد أنه الآن يلتزم بإشارات المرورية ويلتزم بحدود السياقة، خاصة نحن في فصل الصيف اللي معناها يتزامن مع الأفراح ويتزامن مع السهريات ويتزامن واحد كذلك واحد، وهذا اللي هو معناها كما حادث البارح حدث مؤلم ومروع معناه، وهذا اللي تقريب حي سكني كامل كان البارح على في حالة استنفار قصوى، ومعناها والحمد لله معناها اللي تقريب معناها يا رب يرحمهم الحالتين وفاة وعشر مصابين، يعتبر معناها الحادث ذات إصابات مرتفعة. أي حادث مؤلم بأتم معنى الكلمة يعني. بالضبط. أي أي معناها كما قلت لك صاحب اللي عمل الحدث هذا هو صاحب الشاحنة، هو سائق الشاحنة، ما نعرفوش صاحب الشاحنة أو هو سائق على الشاحنة. هذيك من قلت لك الوحدات الأمنية ستتعهد والوحدات القضائية هي بهامهم يتعهدون بالموضوع بالبحث في الموضوع. نعم الله يرحمهم اللي ماتوا الاثنين، الله يرحمهم، شباب أعمارهم كما قلت ما بين 20 و30 هكا. بالضبط. أي بالضبط، والبقية اللي في حالات حرجة أعمارهم بين الشباب والكهولة يعني في 50 هكا يوصلوا تقريبا. بالضبط. أي الله يرحمهم، الله يرحمهم، إن شاء الله التحقيق يكشف عن حقيقة هذا الحادث، وإن شاء الله الناس تعتبر يعني إن شاء الله السواق. أنا اليوم جاي الصباح كالعادة نعاود نفس الحكاية في كل حصة في كل برنامج، يعني برشا يحرقوا في الضوء دون موجب ويسعوا، واليوم بارك أنا جاي للإذاعة معناها عندي الضوء الأخضر أنا وسائق تاكسي متعدي طول متعدي طول في الأحمر، زعمة هو صاحب الطريق. لا لا لا، الآن نظرا للخسائر البشرية والخسائر المعنى اللي قاعدة تسبب فيها الحوادث والارتفاع المشط في عدد المصابين، لابد أنه الناس كل هنا تأخذ حذر، الناس كل تتباهى، الناس كل تبقى عند درجة وعي معناها لتقليص من هذه الفواجع اللي لها الحقيقة أصبحت معناها كما البارح كان حادث مؤلم ومفزع، لأنه كان في حي سكني وأناه والمتسبين واحد، وكانت معناها تقريب معناها هناك استنفار من كل السكان من الصغار من النساء من الرجال إلى حدود ساعات البكرة من صباح اليوم. إن شاء الله معاش تكرر هالحوادث. شكرا سيمونية الريابي المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس.